وبالعودة للاشتباكات في مخيم عين الحلوة، ومن هناك انضم إلينا هيثم زعيتر عضو المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك معنا سيد هيثم. هل من خطوات جديدة تم اتخاذها من قبلكم فيما يخص التصعيد الحاصل في عين الحلوة؟ أولا الخطوات هي من قبل هيئة العمل الوطني الفلسطيني والقوى اللبنانية التي دعمت منذ اليوم الأول خطوات من بنود متعددة، منها وقف إطلاق النار بعد اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد الركن محمد العرموشي وأبو أشرف ورفاقه، وإطلاق النار وما تلا ذلك. وتم ذلك. الخطوة الثانية كانت عودة الأهالي وسحب المسلحين. سحب المسلحين تم في بعض المناطق، وتمت إزالة الدشم وخيمة من قبل حركة فتح، ولكن الخطوة التي يجب أن كانت أن تستكمل أمس الخميس هي كانت إخلاء عناصر المجموعات الإسلامية التكفيرية مدرسة الناقورة التي احتلتها واستخدمتها منصة لاغتيال العميد العرموشي ورفاقه. لم يتم تنفيذ ذلك، لم يتم تفكيك الألغام منها، وبالتالي الخطوة التي كانت يجب أن تتم هي هذه الخطوة أمس، وأن يلي ذلك خطوات تسليم المطلوبين المجرمين الذين قاموا بارتكاب جريمة اغتيال العميد العرموشي في مخيم عين الحلوة، وفق ما توصلت إليه لجنة التحقيق المكلفة من قبل هيئة العمل الوطني الفلسطيني. استباقا للخطوة التالية والعدم تنفيذ قرار الانسحاب من المدرسة، قامت هذه المجموعات التكفيرية بإطلاق النار أمس ومحاولة فتح اشتباك في منطقة محصورة هي حي الطوارئ البركسات بستان القدس. هذا يؤكد أن هذه المجموعة هي من بادرت إلى إطلاق النار وإلى إلقاء القنبلة والتوتير. ما الذي تريده هذه الأطراف اليوم من إعادة إشعال المشهد في عين الحلوة؟ لماذا قامت بذلك؟ هي قامت بهذه الخطوة استباقا لتنفيذ المرحلة الثالثة من الاتفاق، والذي يقضي بتسليم المجرمين المطلوبين للقضاء بجريمة الاغتيال. خطوة سحب المسلحين من المدرسة وتفكيك الألغام منها كان يليها تسليم هؤلاء المطلوبين، بينهم من هم فلسطينيين وبينهم من هم لبنانيين. استباقا لذلك قاموا بهذه الخطوة التوترية، وما يؤكد ذلك أن لو حركة فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني كان لديها هجوم لاشتعلت المحاور كافة داخل المخيم. ليلا عندما جرت اتصالات وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، أرادت هذه المجموعات توتير منطقة جنوبية المخيم، بحيث أصبح الاشتباك عند مدخله الشمالي وعند المدخل الجنوبي. لكن الاتصالات الآن جارية لتثبيت وقف إطلاق النار، العودة لتنفيذ باقي البنود، بتمكين قوات الأمن الوطني الفلسطيني المشكلة من الأطراف الفلسطينية كافة في القوى الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية، في تحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية، واستكمال خطوات تنفيذ ما العقبات التي من المتوقع أن تواجه تحقيق هذه الخطوات؟ نعم، العقبات التي من الممكن أن تعثر أو أن تصعب من القيام بهذه الخطوات؟ ما زالت هي العقبات ذاتها. منذ 40 يوما جرت عملية الاغتيال، بعدها اتفق على آليات تنفيذية، أنجزت هذه الآليات التنفيذية، بعد أكثر من شهر لم يقم هؤلاء المطلوبين بتسليم أنفسهم، ما زالوا يسعون إلى التواري. الخشية مما جرى أمس هو محاولة الهروب من منطقة التواجد المحكمة من قبل الجيش اللبناني عند حواجزه وقوات الأمن الوطني الفلسطيني داخل المخيم، والهروب إلى خارج المخيم، أي أنهم ربما أرادوا إشعال هذه الأحداث ليتمكن عدد من المطلوبين التواري والخروج إلى المخيم مع العائلات النازحة بتستر وبتنكر، وحاولوا سابقا ولكن أفشل هذا المخطط عبر المسيرة التي كان يجب أن تنفذ داخل المخيم، والخشية كانت من محاولة هروب هؤلاء. المطلوب الآن من جميع القوى الفلسطينية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه
وهو تسليم المطلوبين بجريمة اغتيال العميد العرموشي وعبد فرهود. كيف هي التعزيزات سيد هيثم الأمنية والاحتياطات المتخذة لمنع هروب المطلوبين؟ أولاً، الجيش اللبناني في مناطق تواجده عند حواجزه الثابتة في محيط مخيم عين الحلوة يقوم بإجراءات وتفتيش من هو خارج وداخل المخيم والسيارات، وبالتالي تم توقيف عدد من الأشخاص حتى من هم عليهم مذكرات توقيف صادرة عن المحاكم اللبنانية. الكثير منهم تمت معالجة قضاياهم وخرجوا من السجن، وهذا يؤكد أن القضاء والأجهزة الأمنية تقوم بدورها وتعمل. الخطوات الأخرى هي التدقيق بهويات من يحاول الخروج، ولكن كثافة الخارجين هربا من جحيم القذائف التي برز مجددا أن هذه المجموعات تستخدمها، وهو ما يطرح تساؤل كيف تمكنت من إعادة تعزيز وضعها والحصول على هذه الأسلحة والقذائف. أيضا هناك خطوة هامة جدا، وهي لماذا أتى توقيت هذا الاشتباك وتوتير الأجواء بعد عرض عسكري جرى قبل أيام في منطقة الصفصاف برسالة أعلنت مبايعة جبهة النصرة من منطقة الصفصاف، وهذا ما يطرح تساؤلات حول توقيت ذلك، خاصة مع الحديث عن كثافة النزوح السوري إلى لبنان، عن الأوضاع الأمنية المتعددة في لبنان، عن الفراغ الرئاسي والفراغ في العديد من المؤسسات. هذا يطرح تساؤلات، هل أن هذه المجموعات تسعى إلى التوتير؟ والملاحظ أيضا أن هذه المجموعات تستهدف مدينة صيدا بقصفها بقذائف، وحتى مستشفى الهمشري، المستشفى المركزي الفلسطيني في لبنان. طيب سيد هيثم، أشرت إلى نقطة وهي موضوع أنه بات لديهم أو كيف من جديد تم امتلاك هؤلاء لهذه ربما القنابل أو ألغام أو إلى ما هنالك. هل في هذه الحالات يكون فعلا داخل المخيم ربما أطراف مدنية حاضنة لهؤلاء تدعم وجودهم؟ لا نتحدث عن أطراف مدنية، هؤلاء من يمكنه تأمين السلاح. إذا صححت أنا التعبير وقلت من يقطن داخل المخيم بدون الإشارة إذا كانوا مدنيين، هل هم مدعومون من بعض الأطراف داخل المخيم؟ من يقطن داخل المخيم لا يمكنه تصنيع هذه الأسلحة، هذه الأسلحة تدخل إلى المخيم من خارجه. هذا ما يطرح التساؤل. السؤال الأول، كيف دخلت هذه الأسلحة والذخائر والقذائف؟ السؤال الأهم، من يؤمن ثمن هذه القذائف والذخائر والأسلحة وأيضا التمويل المالي لهذه المجموعة؟ وأين تخزن أيضا الأماكن التي تخزن فيها؟ ألا يجب السؤال أيضا حول هذا الموضوع؟ يعني إذا ما أتيح الأماكن عن التخزين يخزنوها في منازلهم، للأسف يخزنوها، يتم تخزينها في منازلهم مع أسرهم، وهو ما يشكل خطراً وإمكانية انفجار، وحصل قبل فترات متعددة انفجارات متعددة في بعض المنازل. البعض منهم يسعى إلى تنفيذ ما يطلب منه أو ما تم زرع الأفكار في مخيلته، وبالتالي هذه الحركات هي غريبة عن المخيم. الكثير من هؤلاء قاتلوا في سوريا مع المجموعات الإرهابية داعش والنصرة، وعاد الكثير منهم إلى مخيم عين الحلوة. السؤال الذي طرح، لماذا عودتهم قبل عدة أسابيع؟ والسؤال، من يمول هذه المجموعات؟ وكما أشار، الاستعراض العسكري الذي جرى لأكثر من 100 شخص في منطقة الصفصاف في مخيم عين الحلوة ومبايعة جبهة النصرة، هذا رسالة واضحة أن هؤلاء كانوا بأسلحة وعتاد كامل، وهذا يؤكد أن هناك من يسعى إلى إقامة وتنفيذ مخططات هذه المجموعات مع استمرار التوتير في سوريا والحديث عن إمكانية التصعيد الأمني على الساحل اللبناني. من مخيم عين الحلوة في لبنان كنت معنا هيثم زعيتر، عضو المجلسين الوطني والمركز الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.